الباطل إلى وسط المجتمع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. I was talking to 5 Muslims at one time, and I brought something up to them, and I was like, did you know about this surah? Why is this surah here, and why does it say this? Because that's wrong, you know? Being a Muslim is something different than it was being a Muslim back then. And Muhammad, peace be upon him, said that. He said the people of today will understand the religion better than we do. ثم يقول من العجب العجاب طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأعلم. سبحان الله، كيف تكون طريقة السلف أعلم أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ وهل يمكن أن تكون طريق أعلم وأحكم وليس الأسلم؟ بل يلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم أن تكون أسلم بلا شك، لأن شخصا يقول هذا النص له معنى وأنا أؤمن به أعلم بلا شك وأحكم من شخص يقول والله ما أدري وعندي من منزلة ألف باء تاء ما أدري. فلا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بالحق واتباع الحق، الحكمة اتباع الحق والعلم أقل. فهذا تناقض عظيم، ولهذا كان القول الصحيح في هذه العبارة أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص، وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكها، وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. من هؤلاء السلف؟ هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين. وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم، ونقول هي سلفية عقيدة، وإن لم تكن سلفية زمنا، لأن السلف سبقوا زمنا، لكن هؤلاء سلفية عقيدة، عقيدة وعملا في الواقع. A lot of people are following religion blindly. A lot of people. جعلنا الله وإياكم على هذه الطريقة.